من جديد يعود مسلسل الاعتداءات في مدينة سبها نتيجة تردي الوضع الأمني، وذلك بعد تعرض مواطن يدعى ميلاد مسعود لإصابة بعيار ناري وهو في طريقه لمركز سبها أثناء إحضار زوجته لقسم الولادة وهي في حالة وضع، وفق ما نشره المركز على صفحته بفيسبوك. وفي تكرار للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في مركز سبها الطبي، اشتكت إحدى المناوبات الليلية في المركز من اعتداء أحد المواطنين عليها لفظيا أثناء العمل، مطالبة الجهات الأمنية بالعمل على حمايتهم وتأمين المركز ليتمكن من تقديم الخدمات الطبية بشكل أفضل. في أثناء مناوبتي الليلية حضر أحد المواطنين وطلب حقنة تجارية ما هيش مستشفى، ولما سألني وقالي بالحقنة هذه قلت له الإبرة هذه ما فيش مستشفى أصلا ما تلقاهاش، قال لي يا ليش قاعدين والله تستاهل حط الضرب بالرصاص، احنا نطلب من الجهات الأمنية المبادرة لحمايتنا وتأميننا باش نقدموا خدمات أفضل. هذه الحادثة جاءت بعد أسبوع من إعلان العاملين بمركز سبها الطبي من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين إيقاف تقديم الخدمات الطبية ما عدا الخدمات الطبية المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى حين توفر الأمن، وذلك عقب تعرض مشرف المركز الطبي لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص حاول الاعتداء على طبيب بقسم الأطفال. وتشهد سبها في الآونة الأخيرة انفلاتا أمنيا وتزايدا في عمليات القتل خارج القانون، كان آخرها العثور على جثة تعود لمواطن الأسبوع الماضي، بينما أكد مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه أن عمليات القتل خارج القانون خلال الأسبوعين الماضيين طالت 6 أشخاص بسبب التسيب الأمني وضعف الأجهزة الأمنية داخل المدينة. خروقات أمنية مستمرة في عاصمة الجنوب وانتشار للسيارات المعتمة التي تمارس السرقة والحرابة والجريمة وسط عجز الأجهزة الأمنية عن فرض الأمن داخل سبها التي يزعم حفتر تحريرها والسيطرة عليها منذ شهر فبراير الماضي.